وسأضع لكم رابط الإحالة الخاص بي في الديسكريبشن إذا أردتم التسجيل عن طريقي، فمرحبا بكم وسأدعمكم يعني بكل ما تريدونه. تضغطون على registration، تدخلون اللوجين، الإيميل أدرس، your password، confirm password، تضغطون على agree، ثم تضغطون على I am not a robot وتضغطون على register. سيتم إرسال مراسلتكم بإيميل لتفعيل الحساب. ستفعلون الحساب، بعد ذلك تدخلون إلى حسابكم. أنا مسجل مسبقا، سأدخل مباشرة. تضغط على I am not a robot لإدخال كود كابتشا، أضغط على remember وأضغط على login للدخول. انتظر قليلا من أجل تحميل الأوفرفيو، يعني الصفحة الرئيسية للموقع لشرح ما يوجد فيه. سأشرح أولا، سأبدأ من هذه الجهة لأن الشيء يعني المهم هو تريد والماركت، هذه هي الأشياء المهمة في هذا الموقع. هذا البي ام لا أعرف ما هو، لكن لا يستعمل، يعني لا أستعمله، لا تحتاجون إليه، أنا لا أعرفه. إذا أردتم سأبحث عنه في الانترنت وسأجيبكم في التعليق إذا أردتم أن تعرفوا ما هذا البي ام. في السيبورت لمراسلة سيبورت، إذا كنتم يعني تواجهون مشكلة تضغطون على سيبورت وترسلونه. هنا أدكون لإضافة، هنا كونز انفو، يعني كل عملة يوجد فيها يعني انفو ديزانفورماسيون، معلومات عنها. هنا هذا لا يستعمل أيضا. هو الهيستوري، أضغط عليه لأشرح لكم. في الهيستوري يوجد الكثير مما عليكم أن تعرفوه. هنا إذا ضغطتم على بيتس وأوردر يظهر لكم العملات التي اشتريتموها. مثلا اليوم أو البارحة اشتريت 500 دوج، سعر الدوج الواحد ب 38 ساتوشي، يعني مقابل البيتكوين، اشتريتها مقابل البيتكوين، والتوتال يظهر لكم بكم اشتريتموها، ب 19000 ساتوشي. سأشرح لكم أيضا الطريقة كيف تشترون وكل شيء. يعني هذا الفيديو سأقوم بوضع فيديو طويل نوعا ما لشرح لكم كل شيء. يعني هنا تظهر لكم كل هذه الأمور. اشتريت مثلا هنا في السيل، يعني بعت الليتكوين. هنا اشتريت الليتكوين ب 32000 ساتوشي، عندما بعت خسرت كما تلاحظون، لقد بعت هنا ب 10000 ساتوشي ثم 20000، ما يعني المجموع 30000 ساتوشي، خسرت 2000 ساتوشي في هذه العملية، لكن في العمليات الأخرى ربحت. مثلا هنا اشتريت ب 36000 وبعت ب 40000، يعني كثير ربحت الكثير. هذه يعني في شراء العملات او تبديل العملات. اذا ضغطتم على الديبوزيت او ويثدراو لرؤية السحوبات او يعني الدفعات لهذا الموقع، يعني ما تسحبونه او ما تضيفونه لهذا الموقع. اذا ضغطتم على الديبوزيت ترى ماذا اضفتم لهذا الموقع، ويثدراو تنظرون الى ما سحبتم من هذا الموقع. هنا لوتو، يعني لا انصحكم باللعب، ما يعني ما تلعبونه في اللوتو يظهر هنا. الدايس جيم، هذه الدايس جيم قمار، ويعني وليس يعني ليس حلال في الإسلام، لا تلعبوها. هي الداس جيم، لا أنصحكم بلعبها، قمار، تخسرون يعني أموالكم وهي حارة. هذه يوبي كود لرؤية الأكواد. هنا أول بيرز، يعني إذا أردتم أول بيرز يعني لتظهر كل العملات. هنا أوردرز يعني ما قمتم أنتم بطلبه، يعني هنا طلبت ب كما ترون هنا، لقد قمت ببيع الدوج مقابل البيتكوين كما ترون ب 20500 ساتوشي. هنا يعني يظهر لكم الاوردر الذي تقومون بها للبيع، يعني اذا اردتم مثلا ان تبيعوا الدوج وبعتموه، تم الموافقة على ذلك السعر من طرف احد المشترين في الموقع واشترى، سيظهر هنا الاوردرز، يعني ما بعتموه يظهر هنا في الاوردرز. الوالت، يعني يوجد فيها والت كثيرة، لكل عملة يوجد والت، كل عملة تتوفر على ما أظن أكثر من 250 عملة في هذا الموقع، 250 عملة. لإضافة عملة إلى هذا الموقع تضغطون على ديبوزيت، هذا الزائد هنا. مثلا في البيتكوين تضغطون على ديبوزيت، تأخذون الأدرس التي ستظهر هنا، انتظر قليلا لتحميل الأدرس، ها هي الأدرس، تأخذون الاكزابو أو بلوكشين أو هولي ترانزاكشن أو والت أخرى للدفع. كذلك مثل الدوج والليتكوين والداش كوين والعملات الاخرى. للسحب تضغطون على ويثدرال، تضغطون على ويثدرال لسحب الاموال. هنا هيستوري لرؤية العمليات التي قمتم بها في تلك العملة، يعني مثلا البيتكوين اذا ضغطتم هنا ترون ما قمتم به في تلك العملة، ما اشتريتموه وما بعتموه.
ماذا يوجد أيضا؟ كما قلت لكم يوجد أيضا خاصية دفع بالدولار والرور الروسي. الدولار مثلا إذا كنتم تتوفرون هنا على البيتكوين يمكنكم أن تبيعوا ذلك البيتكوين مقابل الدولار وتقوموا بسحب ذلك الدولار على أو باير بيرفكت لوني أو باي بال. هذه الثلاث البنوك التي يقبلها الموقع. يعني إذا توفرتم على الدولار، إذا بعتم البيتكوين مقابل الدولار تأخذون تتحصلون على الدولار يمكنكم سحبه، يعني ليس لا يوجد أي مشكل. هنا في فري كوينز لي يعني للحصول على بعض العملات الصغيرة الأشخاص الذين يبيعون في هذا الموقع يعطينا عملات صغيرة، مثلا يعطي واحد ساتوشي، يعني أنا لا أستعمله، لا واحد ساتوشي يعني لا تربح منه أي شيء. هنا هذه هي لعبة الداس جيم، هذا هو الماركت، هذا نضغط على تريد، نعود إلى تريد وهو الشيء المهم في هذا الموقع. مثلا أنا عندي الآن 500 دوج وعندي 14747 بيتكوين وعندي عفوا 0.02 ليتكوين، هذا ما أتوفر عليه هنا. ماذا سأفعل؟ مثلا أريد أن أشتري مثلا عفوا سنقوم بمثال في على الدوج، مثلا الدوج تضغطون عليه، تريد شراء الدوج تكتب هنا الدوج تضغطون عليه، هنا يظهر لكم منحنى تلك العملة، يعني متى ارتفعت ومتى انخفضت ومتى ارتفعت، يعني كذلك يظهر هنا. مثلا هنا كانت تباع ب 39 ساتوشي لواحد دوج، هنا أصبحت تباع ب 38.37، هنا تباع ب 37 هكذا، هنا أصبحت تباع ب 39 هكذا، يعني يظهر لكم المنحنى كل شيء. وهنا يجب عليكم أن تنظروا إلى هنا، إذا أردتم الشراء يجب أن تنظروا إلى هذا يعني البورسنتاج، إذا كان باللون الأحمر يعني تحت الصفر، إذا كان مثلا هنا -3 -2%، وأنتم تعلمون بأن تلك العملة بعد ساعتين 5 ساعات أو يوم سترتفع. مثلا هذه العملة في الدوج كانت هنا تباع ب 37 أصبحت تباع ب 39، يعني ارتفعت بشكل رهيب. تقومون بالشراء، يعني إذا وصل المنحنى على هذا الشكل سترتفع بعد 3 أو 4 ساعات سترتفع. ما تقومون به؟ ستقومون بالضغط على الدوج، تنظرون المنحنى كما قلت لكم، تشترون، ترون إذا كان البورسنتاج يعني سالب تشترون. هذه مقابل البيتكوين، هذه مقابل الروبل الروسي، وهذه مقابل الدولار، الدوج مقابل الدولار، يعني تشترون الدوج مقابل الروبل مقابل عفوا البيتكوين، ها هي -2.7% انخفضت، يعني تشترون. والحد الأدنى للشراء هو 10,000 ساتوشي، يجب إذا وضعتم عملة هنا يجب ما يقابلها بالبيتكوين يتعدى 10,000 ساتوشي، 10,000 أو أكثر. مثلا أريد أن أشتري 500 دوج سأشتريها ب 19,038 ساتوشي، ب 19,038 ساتوشي. إذا أردتم الشراء من هنا يكون الشراء مباشر، يعني تضغطون على باي وتشترون مباشرة. لكن يوجد بعض يعني الذين يبيعون بأرخص من هذا الثمن. إذا تذهبون إلى باي أوردر الذين يريدون يعني أن يبيعوا هذه باي أوردر، يريد أن يبيع ما عنده، تذهب إليه تنظر، مثلا هذا يريد أن يبيع ب يمكن أن تضبط حتى الأسفل، الأخير يبيع واحد دوج، يعني واحد دوج بواحد ساتوشي، يعني ليس بالشيء الكثير، تضغط عليه تشتري منه، تشتري مثلا سأضغط على 500 دوج، كما ترون هنا 500 دوج عند هذا البائع سأشتريها ب 501 ساتوشي، يعني بشيء قليل جدا وقليل. ماذا سأفعل؟ مثلا سأقوم بعمل 1000، يعني سأقوم بعمل 10,000 هكذا عفوا سأشتري 10,000 دوج عندها، البائع سيبيعها لي ب 10,020 ساتوشي، لكن هذا ليس بشيء، لن تشتري يعني مباشر، لن تقوم بالشراء مباشرة، ستنتظر إذا وافق البائع على البيع سيبيع لك، إذا لم يوافق فلن يبيع لك، ثم تضغط على باي، يعني تضغط على باي وتظهر تلك العملية هنا، إذا وافق عليها ستجد أن رصيدك في الدوج قد ارتفع.
يعني عند هذا البائع سأشتريها، سأشتري واحد دوج بواحد ساتوشي. والآن واحد دوج يعني واحد، إذا قمنا بوضع واحد دوج، واحد دوج يعني بواحد ساتوشي أيضا يعني ليس بالشيء الكثير. مثلا إذا وضعت 10، كم سأشتري؟ 10,000 دوج. إذا اشتريت 10,000 دوج عند هذا البائع سيبيعها لي ب10,020 عند هذا البائع. لكن إذا ضغطت مثلا هكذا، عفوا سأرجع إلى تريد، سنرجع إلى تريد، ننتظر قليلا لإعادة تحميل صفحة تريد، نضغط على الدوج. أهو الدوج، يقول لي أن واحد دوج ب38 ساتوشي، وذلك البائع يبيع واحد دوج بواحد ساتوشي، يعني أشتري منه، أشتري من ذلك البائع. إذا وافق ذلك البائع سأشتري، سأشتري منه يعني 10,000 دوج بواحد ساتوشي، لدوج واحد 10,000 ساتوشي ليس بالشيء الكثير، وأبيعها فأربح الأموال، أموال طائلة، يعني أربح الكثير من الساتوشيات. إذا أردتم الآن البيع، البيع يكون عكس الشراء، تنتظرون هنا حتى يعني يظهر لكم أن سعر تلك العملة مثلا ليتكوين يعني هو نقص 2%. أيضا إذا أردتم مثلا ليتكوين علي أن أشتري الآن لأنه هو أنه نقص 2%. إذا ضغطت عليه سيظهر لي المنحنى الخاص به، مثلا هنا ارتفع ثم انخفض، هو قد انخفض إلى هنا، يعني بعد 3 أو 4 ساعات. هذا الموقع يتعمل بساعتين، كل ساعتين يتجدد، يعني سترتفع تلك العملة. عندما ترتفع سأبيع. مثلا الآن سأشتري الليتكوين، أنا لن أشتري لأني قد طلبت شراء الدوج، لا أتوفر على ساتوشيات للشراء. يعني تنتظرون حتى للبيع، أنا الآن أتكلم عن البيع، سوف تنتظرون إلى حد أن يظهر هنا مقابل البيتكوين، لا تنظروا إلى الروبل الروسي، الروبل الروسي أو الدولار، انظروا فقط إلى البيتكوين. إذا أصبح هنا مثلا اشتريتم أنتم بنقص 2%، وبعد مثلا يوم ارتفع هنا إلى زائد 6%، تذهبون مباشرة إلى بيع تلك العملة. إذا أردتم البيع الفوري تربحون، لكن لن تربحوا الكثير. إذا أردتم مثلا أن أتوفر على 0.02 ليتكوين، ماذا أعمل؟ سأعمل 0.02، يعني سأبيعها ب 12,840، وأنا اشتريتها في هيستوري، أنا لن أذهب الآن إلى هيستوري، اشتريتها ب 13,000، يعني سأخسر لأن قيمتها قد انخفضت. ماذا سأعمل؟ عندما ترتفع إلى 6%، يعني ترتفع هذه القيمة، تربح القليل من الساتوشيات، مثلا تربح أنا الآن سأربح من 2,000 إلى 4,000 ساتوشي، هذا فقط، هذا ما سأربحه. لكن إذا أردت أن أربح الكثير سأذهب إلى السيل أوردر الآن هنا. إذا أردتم أن تبيعوا لذلك يعني لذلك البائع، يعني إذا أردتم أن تبيعوا له، هذا ما يريد يعني باي أوردر، من يريد أن يبيع. إذا أردتم عفوا أن تشتروا من هنا في السيل أوردر، إذا أردتم أن تبيعوا له، هذا يريد أن يشتري 0.7 ليتكوين، أنا لا أتوفر على 0.7، أذهب مثلا إلى هذا مثلا إلى هذا 0.0143. ماذا سأعمل؟ سأقوم بوضع تلك القيمة التي حددها لي هنا، مثلا هنا قال لي ب 0.0143. إذا أردت شراءها، يعني إذا أردت بيعها مباشرة، يعني سأبيعها ب 9,180 ساتوشي. لكن إذا أردت أن أبيعها لهذا البائع، سأضغط عليه، إذا أردت أن أبيعها لهذا البائع بالتحديد، سأقوم بعمل ذلك 103 و4. إذا أردت أن أبيع لذلك البائع سيشتريها ب 10,025 ساتوشي، سيشتريها يعني بيع، سأقومها بحذف هذه العملية، وسأقوم بعمل هذه، سأبيع له ب 10,025 ساتوشي، يعني 2000 ساتوشي زيادة، تقريبا 1000 ساتوشي زيادة، بالإضافة إلى ما ستربحونه، يعني بالإضافة إلى تلك 6% التي ستربحونها. تضغطون على السال، يعني ستبيعون له، تضغط على السال، تنتظر إلى غاية انتهاء السندينج، يعني الإرسال إليه، قد تم الإرسال إليه. إذا وافق ستشترون، يعني ستبيعون له، سأبيع له هذه الكمية ب10,000، والموقع يعني يشتريها منك ب9,000، أنت تربح إضافة إلى كما قلت لكم، إذا ارتفع إلى 6% يعني تربحون أيضا أكثر. لقد وضعت لكم مثال يعني على عملة الدوج كون والليت كون للشراء والبيع.
يعني كيف تتعاملون في هذا الموقع؟ يعني كخاتمة، في هذا الموقع انتظروا العملات لتنخفض، يعني تحت 0%، تحت الصفر اشتروها، عندما ترتفع بيعوها. إذا أردتم الربح الكثير قوموا ببيع تلك العملة يعني في السيل أوردر، في باي أوردر، عفوا في باي أوردر، يعني هنا في باي أوردر قوموا بالبيع إذا أردتم أن تربح الكثير. إذا أردتم أن تبيعوا للموقع مباشرة بيعوا، إذا أردتم أن تشتروا من الموقع اشتروا من هنا مباشرة، اشتروا من هنا. إذا أردتم أن تشتروا من يعني مش يعني من باع في الموقع تشترون من هنا، يعني تتحصلون على الكثير بسعر رخيص. إذا أردتم أن تبيعوا للموقع تبيعون من هنا، إذا أردتم أن تبيعوا للمشترين في الموقع في السيل أوردر تبيعون هنا، يعني تنتظرون العملة حتى ترتفع تبيعوا. إذا أردتم أن تبيعوا للموقع فبيعوا للموقع ستربحوا ليس الكثير، إذا أردتم أن تبيعوا للمشترين تبيعون هنا وتربحون الكثير. هذه هي نصيحتي.